السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. وقضية جديدة ومهمة واللي هي نقول عليها السر الثالث، اللي هي بالغناء، من ضمن أسرار الغناء. وهذا السر هو مهم جدا لجماعة الغناء، وهو شنو هو؟ بعد ما كملت النفس، بعد ما كملت أنه تمرينك مع السلالم وتحديد الطبقة، تذهب إلى قضية مهمة واللي هي كيف تعرف المقامات. المقامات لكل مقامات إلى سر بعملية التحرير. يعني مثلا أنت من تعزف مثلا مقام العجب هذه هي الأسرار اللي هي مفروض المدرس يعطيكم إياها. تحياتي لكم، معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. عندي دورات موسيقية اللي هي متكونة من 8 محاضرات في الشهر، دورات تعلم العود والغناء، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. الدورات هي أونلاين مباشرة وياي، والدورة الثانية اللي هي حضورية موجودة في بعضات. نبدي نبلش بالدرس. الدرس يقول عندك مثلا عجل بينما الكور العري حجاز لا 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 لا. وين هي القضية؟ انه تدخل الى السلم الموسيقي، وبالتحليل يعطيك اياه الاستاذ من الاسفل، يعني من درجة ارتكاز عفوا الى نهايته، وبالتالي راح انت تعرف تصعد وتحول بالجلسة الثانية. الجلسة الاول دائما هو المقام الاساس، ومن ثم تحول لك جسد. أكون إنه المفروض تركز عليه في هاي القضية جدا مهمة، وهاي تعتمد كثير عليه، تعتمد على الأستاذ اللي يدرسك، يعني يعطيك يبلشك هاي الخطوات هسه سويتها لكم، وبالتالي لازم تعرفها. يعني أنا مرة شخص علمت كيف يبدي على مود تحديد الطبقة بالصوت، قال صعبه ما أقدر، هو أول محاضرة. زين أنت ليش صعبه؟ غير تبدي تتمرن، تبدي انه تحدث طبقتك الصوتية، تصعد تنزل، لان انت يجوز مشروع نجم وما تعرف نفسك، يجوز مشروع لمسابقة عربية، وبالتالي راح يصير عندك نجاح فاق، لان هذا احنا في زمننا ما كان موجود انه تجي انت وتتمرن وتدخل. اكون قد وفيت لكم بهذا الفيديو، تحياتي لكم، واللي يحب انه يدخل دورة اونلاين او حضوري هذا رقم الواتساب موجود اسفل تحت لكم، ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.